زجال بالمنطقة وابن المنطقة. وهذه القصيدة اسمها رسم الرضا من عند ملوكنا بالإمضاء. الكلام على ما جرى وطراب وعلى ما جات به الحجرة من العقار طلع قرار محنا فيه حنا وهم المحنا تتعلق بالسكنة وعلى ما دار بينهم من طماع في الاجتماع خرج لينا حنا الأمر قاسي زناتي من السكنة صباح مقصي وكان قولوا له ولا يا سي وما يمكن شي غادي تقول لي علاش غادي نواجبك بالعمضة الموثق غادي تقول لي علاش غادي نواجبك بالعمضة الموثق العمضة الموثق من عند ملوكنا اللي هما زينوا لينا حياتنا في السكنة وكل ما في النفس من شعور وأحاسيس في الشوفة في الملك تقديس وفي باب الكبير صغير أنايا وشفت ملكنا محمد الخامس لابس جلابة كامونية وتلوح بيديه وعلى شعبه يرضي عليه وخديت منه أنا رضا الرسم بالعمدة والذاكرة سجلاته ها هو اليوم جات وقته ونفس نفس الرضا الخاطر بها تنفع شفت مالكنا حسن الثاني في الدخلات عايز سبع الطوموبيلة عريانة بلا غطا لابس الشيكيو الزاز والكوستيم كحال والكرافطة ومن قلبه بالإخلاص تيلوح بيديه على شعبو يرضي عليه وخديت منه أنا رضا الرسم بالعمدة والذاكرة سجلاتو وها هي اليوم جا وقته وزيد المحبة والمعزة شفت ملكنا محمد السادس في التلفازة زار زناتا حط الحجرة للساس والنظرة في التلفازة بحال راني حاضر بحال بحال عبار وقياس هو كيلوح بيديه شعبو زناتي تيرضي عليه وخدينا منو رضا البروتوكول الملكي بالعمدة ما في تغيير ما في تغيير الا استفادة مدينة زناتا وشكرا السلام عليكم.